Hola, buenas noches a todos los estudiantes en toda la República Egipcia. برحب بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي دارس اللغة الإسبانية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وإن شاء الله بإذن الله هنبتدي مع بعض الجزء الأول من الوحدة الأخيرة. مشوار بيمشي وبنمشي مع بعض. وإن شاء الله بإذن الله أول ما نخلص المنهج المرة الجاية هنبتدي مراجعة إن شاء الله على المنهج كله. الوحدة الأخيرة اللي هي رقم 20 عنوانها ان تيمبوش ديل فرعون، يعني في زمن الفراعنه. يعني هناخد معلومات ثريه وجميله، يمكن حد ناس كتير جدا مننا ما يعرفش المعلومات دي. طبعا اذا كنا نعرفها باللغه العربيه دي حاجه كويسه، واذا كنا كمان نثبتها ونعرفها باللغه الاسبانيه فدي حاجه افضل. طبعا نبتدي مع بعض زي ما احنا متعودين ان احنا في اول كل وحده بنقول اهداف الوحده. طبعا اهداف الوحده دي حاجه مهمه، ليه؟ لأن أنت بتعرف أنت هتاخد إيه، وفي جزء كبير جدا من أهداف الوحدة بيبقى هو عناوين لسيتواسيونس المواقف بتاعتك. شوف مع بعض. ألفين دي إستا كلاسي سيراش كاباس دي. هنبقى كاباس دي هنعرف إيه آخر الوحدة دي. أول حاجة ديسكريبير ينرار إن الباسادو. ديسكريبير يعني نوصف، نرار يعني نحكي إن الباسادو في الماضي. يعني إذا كنا هنتعود مثلا هناخد حقبة مثلا أو زمن الفراعنة وهنتكلم عليه ونوصف في الماضي، تمام؟ فبطريقة موازية ليه أنا ممكن مثلا يجي لي كومبرنسيون دريكتورا قطعة فهم عن أي حاجة حدث وصف في الماضي، فإحنا بنتعلم حاجة وممكن نجيب حاجة مشابهة ليها. تاني حاجة أوتيليسار لوس ماركادورز ديل ديسكورسو. يعني إيه؟ يعني نستخدم الحاجات اللي هي بتنظم الحديث. يعني أنا لما أكون بكلمك عن حاجة ما ينفعش اقولها لك كده ورا بعضيها، لازم اقول اولا وثم وثانيا، يعني في ترتيب للكلام. تمام؟ وهذا طبعا لازم هنعرفه النهارده، وهنشوف ايه الماركادورس او ايه الكلمات اللي بالاسبانيول اللي بتعمل لي تنظيم للديسكورسو. ثالث حاجه اثير كومباراسيون دي اكسيونس، هنعمل مقارنات دي اكسيونس. حد من الطلبه يقول الله احنا شفنا كومباراسيون قبل كده اللي هي المقارنه دي، بس احنا قلنا المره اللي فاتت كومباراسيون وسكتنا، او كومباراسيون انتر دوس كوسس، يعني بقارن بين شيئين، بقارن بين شخصين، بقارن يعني بين حاجتين. لكن النهارده هنتعلم ازاي نعمل مقارنه في الافعال في الاحداث. تمام؟ هنتعلم ايه كمان؟ هنتعلم بيدير ادار لا اوبينيون، ازاي انا اطلب راي حد، ازاي انا اعطي راي لحد. هنتعلم كمان conocer el uso del imperfecto y su formación. طبعا زي ما انا لسه قايله من شويه، علشان اتكلم عن زمن الفراعنه او اتكلم عن طفولتي او اتكلم عن حدث ما في الماضي حصل له وصف او حصل له تكرار، فبالتالي انا هستخدم زمن جديد وهو الامبرفكتو. وطبيعي طالما حدي زمن يبقى معنى كده ان انا لازم اعرف الاوسو استخدامه، فورماسيون التركيبه بتاعته، الاستركتوره شكله ازاي، بعمله ازاي. طبعا علشان احنا خدنا قبل كده دوس بريتيرتوس اتنين من ازمنه الماضي، فاحنا هناخد الزمن الثالث. طبعا انا فضلت كده وانتم صحصحين قبل عشان ايه ناخدها من الاول كده، فاحنا قلنا الاول نقول جراماتيكا القواعد. ايه هي القواعد اللي انا لسه قايل عليها دلوقتي؟ الزمن اللي احنا لسه قايلين عليه، تعالوا نشوفه مع بعض. الزمن اسمه الامبرفكتو. طبعا احنا دايما عارفين ان اللغه عباره عن نسيج واحد، بمعنى انا بشرح لك حاجه في الجراماتيكا في القواعد، تمام؟ وبالتالي هي معايا مسمعه في حته تانية في المواقف. يعني انا هشرح لك الزمن الماضي اللي هو الماضي المستمر، وبالتالي انت لما يكون في المواقف ويقول لك ديسكريبير ان الباسادو اوصف في الماضي، وهيكون عندي اربع اختيارات، طبيعي انت هتختار على طول الزمن اللي هو الماضي المستمر. Hablar de acciones habituales en el pasado. يبقى الزمن ده بستخدمه لحاجتين، هو اساسي في الماضي اساسي، لكن ايه اللي بيفرقه ما بين الماضي التاني اللي هو البرتيرتو انديفينيدو؟ ان ده بيستخدم في الوصف لما اجي احكي عن حاجه اتكررت. تمام؟ Hablar de acciones habituales en el pasado، حاجه انا كنت بعملها في الماضي بس ما عملتهاش مره واحده، لا كنت بعملها اكتر من مره. طبعا اي طالب يعني ممكن الجمله يبقى محتار ومتلخبط فيها، ولكن بيجي الماركادور بتاع الجمله وبالتالي هو اللي بيبين الزمن.
هو اللي بيخلي الطالب يبقى مرتاح ومفيش توتر. خلاص انا مسكت مفتاح الاجابه بالكلمه الداله على الزمن ده، اول ما يشوف الكلمه الداله يقدر يختار ما بين الاربع اختيارات الزمن اللي يناسب هذه الكلمه. اول كلمه داله عندي انتس، اللي هي معناها قبل ذلك. انتيغوا منتي، قديما. لوش انتيغوس اخيبسيوس. يجي طالب يقول لي الله، هي كلمة المصريين القدماء هي دي كلمة دالة على زمن؟ أنا مش شايفها إنها ظرف زمان يعني زي ما إحنا متعودين. شكلاً تبان إنها كلمة وصفة، المصريين القدماء. لكن خلي بالك أنا بقول المصريين القدماء كانوا يعيشون في، كانوا يفعلون، كانوا يعني معنى كده إن أنا هتكلم على حاجة كانوا متعودين يعملوها. وبالتالي هستخدم زمن الإمبرفكتو. عندي كمان إن لا إيبوكا دي، في عصر الفراعنة كان المصريون يعملون في الحقل، وهكذا. لوس فرعونيس، كلمة لوس فرعونيس في حد ذاتها تعتبر كلمة دالة على الماضي المستمر، تمام؟ خصوصا إن أنا بوصفهم. رمسيس سيجوندو، أنا هاجي عندي كلمة رمسيس سيجوندو يمكن هي إحنا كاتبينها في الإعداد علشان هي موجودة في كتاب المدرسة، تمام؟ طبعا أنا لما أجي أتكلم عن حياة ملك من ملوك الفراعنة أو أتكلم عن حدث يخصه كان بيعمله بصفة مستمرة أو تكرار أو بوصف حاجة عملها، وبالتالي برضو هستخدم زمن البريتيرتو إمبرفكتو، تمام؟ عندي كمان بقى كلمات دالة تانية اللي هي مثلا دينينيو يعني وأنا طفل، دي بيكينيو يعني وأنا صغير، إن مي إنفانسيا، تمام؟ إني إنفانتيا يعني في طفولتي، كواندو إيرا نينيو عندما كنت طفل، وكلمة كواندو لوحديها عندما يعني مثلا عندما كانت مثلا أختي مثلا شابة كانت تذهب إلى النادي مع صديقتها، عندما كانت أمي، عندما كان جدي، يعني بقول عندما في حاجة معينة حصلت في وقت معين، وبالتالي أنا بستخدم البريتيرتو إمبرفكتو، تمام؟ بقى كلماتنا الدالة سريعا. Antes, antiguamente, los antiguos egipcios, en la época de los faraones, Ramsés II, de niño, de pequeño, en mi infancia, cuando era niño, cuando. Amén. يمكن الاستخدام ده بالذات حبينا نوضحه باللغة العربية لأنه أحياناً بيحصل فيه لبس مع البريتيرتو إنديفينيدو اللي هو الماضي البسيط، أو أنا بفضل أقول عليه الماضي البعيد. طالب اللغة الإسبانية أول ما يشوف كلمة أجير يعني أمس زي يسترداي بالإنجليش هيجري على طول على البريتيرتو إنديفينيدو اللي هو الماضي البعيد أو الماضي البسيط، تمام؟ ولكن هقول له خلي بالك، مش يمكن الحاجة اللي انت عملتها امبارح اخدت وقت؟ المس باسادو الشهر الماضي، الله ده ماضي بعيد. اقول له خلي بالك، مش يمكن الحاجة اللي انت عملتها الشهر اللي فات عملتها اكتر من مرة واتكررت؟ ان 2020 سنة 2020. اقول لك برضو خلي بالك، ما يمكن الحاجة اللي احنا عملناها في 2020 عملناها اكتر من مرة. يبقى معنى كده ان انا لازم اكون يعني أقول إيه تنك ويدادو، يعني خلي بالك إن أنا لما أجيب بعض كلمات الدالة على البريتيرتو إنديفينيدو على الماضي البعيد ما استعجلش وكمل بقية الجملة قراية. لو أنا لقيت في الجملة قبل ما أخلصها حاجة دلت على التكرار فأنا هعمل زمن الماضي المستمر. نشوف مع بعض التريس إخيمبلوس اللي إحنا شايفينهم مع بعض دلوقتي. أول حاجة أجير، دي كلمة دالة على الماضي. يو استوديابا تودو ليا، كنت بذاكر طول اليوم. عاملين كده زي مثلا انا ماسك حاجتين مثلا يعني وبمسك لازم بيكملوا بعض. انا بدات باير، ده ماضي. لو اير بس هيبقى ماضي بعيد، لكن لو اير وتودو، كلمه تودو وضحت لي ان الجمله اخذت حدث او خد فتره طويله. الاوترو خيمبلو، المش باشادو الشهر الماضي، كده كلمه داله على الماضي. إيبا موشال سيني كادا شيمانا، وكلمة كادا دلت على التكرار.
يبقى أنا عندي الجزء الأول من الجملة ماضي والجزء الأخير من الجملة تكرار، والماضي مع التكرار هيديني ماضي مستمر اللي هو البريتيرتو إمبرفكتو. إن 2020 حدث ماضي. ايوس بيخابن الخاندريا موتشاس بيثس، كانوا بيسافروا الى الاسكندريه موتشاس بيثس يعني مرات كثيره. 2020 بتديني ماضي بعيد، موتشاس بيثس ادتني تكرار. وزي ما انتم شايفين كده الحاجات مكتوبه بالرخو، الجزء الاول من الجمله هو الدليل على الماضي، والجزء الاخير ما قبل نهايه الجمله بيدل على التكرار. اذا تواجدوا الاثنين يبقى هاخد الماضي المستمر، واذا تواجد الجزء الاول فقط هو ايار يعني باشادو ان 2020 من غير تكرار يبقى ده هياخد البرتيرتو انديفينيدو الماضي البسيط او الماضي البعيد. طبعا اي زمن ليه فورماسيون، طبعا اي زمن ليه استركتوره. يعني انا ما بقولش للطالب ده زمن الماضي المستمر واسيبه كده حاير، انا بدي لك نهايه معينه، اول ما بتشوف النهايه دي بتحط ايدك على شكل الفعل وبالتالي بتقدر تحدد ان ده الزمن. زي ما انت متعود كده في الانجليش، بتلاقي الاي دي مع الفيرب بتقول ده بسط ده ماضي، لما تلاقي في اي ان جي بتقول ده كونتينوس ده مضارع. في اللغه العربيه لما اقول يكتب فيها يه يبقى ده مضارع عشان اليه، احنا متعودين على الكلام ده في اللغات التانية وهو مش جديد عليا. وبالتالي في اللغه الاسبانيه انت بتشوف الراديكال، بتشوف الجذر بتاع الفعل ده الاصل، وبعد كده بتلاقي مشبوك فيه نهايات، النهايات دي هي اللي بتحدد الزمن. تعالوا مع بعض نشوف النهايات بتاعه البريتيرتو امبرفكتو. طبعا كالعاده انا عندي ان الاسبانيول تريس جروبوس، ثلاث مجموعات، انا هقسمهم لاثنين. حد يقول لي طب ليه يا سينيور احنا مش قلنا ثلاثه؟ هنقول عشان احنا قلنا من الماضي البعيد ان احنا البريمير جروب المجموعه الاولى ليها نهايات تخصها، والتانية والتالتة دايما كده عاملين معاهدة مع بعض بياخدوا نفس النهايات، عشان كده مفيش داعي نكتب التانية لوحديها والتالتة لوحديها. تعالوا نشوف مع بعض لاس تيرميناسيونيش النهايات بتاعة البريمير جروبو. أبا أباش أبا أباموش أبايش أبان. شايفه كده حد يعني مؤتنته واخد باله قوي، فيقول لي الله انا عمري ما شفت قبل كده في الاسبانيول ان اليو اللي هي انا اللي هي ضمير المتكلم واخده نهايه ابا، والاقي ان الال والايه والاستاذ ضمير الغائب اللي هي ترثيرا بيرسونا بتاخد نفس التصريف. يبقى هات ورقه وقلم على طول ونكتب ان احنا عندنا هنا اونا نوتا مو امبورتانتي، هنا ملحوظه مهمه ان انا عندي في الزمن ده اليو نفس تصريف الال والايه والاستاذ. طيب ده نهايه المجموعه الاولى. تعالوا مع بعض نشوف بقى نهايه المجموعه الثانيه والثالثه اللي هي السيجوندو والتيرسير جروبو. ايا اياش ايا اياموش اياش ايان. خلي بالنا ان الاي الاولانيه عليها اثنتو، عشان كده انا اتكيت عليها في النطق. نقولهم سريعا، أبا أباش أبا أباموش أبايش أبان. طيب تالتة، إيا إياش إيا إياموش إيايش إيان. شوف مع بعض، طبعا الأمثلة هي اللي بتوضح. أونيش الفراعنة بيرتينيثيان أونا شيبيليزاسيون ميستيريوسا، يعني الفراعنة كانوا ينتمون إلى حضارة غامضة. عندي كلمة بيرتينيثيان ده بيربو بيرتينيثير مجموعة تانية، أنا شلت منه الـ AR وحطيت إيان يبقى ده ماضي مستمر. طب ليه يا سينيورة حطيتي ماضي مستمر؟ علشان لوس فرعونيس، يعني أنا بتكلم عن فترة معينة وحاجة كانت مستمرة. المثال التاني، إن سوس تومباس إن سوس تومباس، يعني ها في المقابر بتاعتهم او في المقابر بتاعتهم ابيا موتشوس تيسوروس، كان موجود الكثير من الكنوز. ابيا ده الفيربو ابير، حطيت ايا يعني استخدمت الزمن. ايوس ليس جوستابان موتشو لاس خويس، يعني ايه؟ يعني بالنسبه للفراعنه
كانوا معجبين او كانوا بيحبوا جدا لاس خويس. خدت البربو جوستار وخدت جوستابان عشان هما كانوا معجبين بلاس خويس. طب لو انا قلت الفراعنه كانوا معجبين بحاجه مفرد يبقى هقول جوستابا، يبقى انا هقول ايه؟ جوستابا. يبقى جوستابا لو انا معجب بحاجه مفرد تمام، يبقى هنقول ان جوستابا هنا جايه علشان لاس خويس مجوهرات، دي كلمه جمع. لكن لو كانوا معجبين بحاجه مفرد هقول جوستابا. اخر مثال عندي، ايوس بيبيان ان كاساس دي بارو، يعني الفراعنه كانوا بيعيشوا في منازل من الطوب اللبن او من التمر. طبعا كل قاعده وليها شواذ، واول ما نقول بيربوس الريجولارس الطلبه بتزعل، وانا هقول لك المره دي مش هتزعل قوي. ليه؟ انا عندي في الزمن ده سولو تريز ستولو، يعني هما ثلاثه بس لوس بيربوس ايريجولارس، ثلاث افعال بس افعال شاذه. اول بيربو عندي البيربو بير اللي هو معناه يشاهد او يرى، بيئيا بيياش بيئيا بياموس بيايش بيان. طالب يقول لي طب ما انت حاطه ايه اياس ايه، بتقولي عليه شاذ ليه؟ عشان انا في الطبيعي المفروض اشيل الاي ار كلها واحط الاي والاياس، انا ما شلتش غير الار بس. ثاني بيربو عندي وهو البيربو سير، معناه يكون. الفعل ده دايما بستخدمه هنا فين؟ في الوصف. ايرا ايراش ايرا ايراموس ايرايس ايران، يبقى معناها كان. يبقى لو لقيت في قطعه فهم بقول مثلا يا ابويلو جدي ايرا جدي كان كذا، يبقى انا كده هوصف. نروح على الترثير الولتيمو بيربو، اخر فعل عندي وثالث فعل هو البيربو اير ومعناه يذهب، هيبقى ايبا ايباش ايبا ايباموس ايبايش ايبان. يبقى انا عندي ثلاث افعال شواذ البيربو بير. لو انت بس اخدت الشكل الاول بتاع اليو انت سهل جدا تكمل لوحدك. بيئية واحنا عارفين اس ا اموس ايس ان، احنا متعودين عليها من سنه اولى. وهاخد ايرا وانت هتكمل اس ا اموس ايس ان، وهتاخد ايبا وانت برضه هتحط اس ا اموس ايس ان، يعني هم مشتركين في الثلاث افعال. تمام كده نكمل مع بعض. Los faraones eran bajitos y delgados. Los faraones eran. حد يقول لي انا مش عارف ايران دي. واحد تاني قال له لا ما احنا لسه قايلينها، ده البرب سير. واحد تالت يقول لك الله هو شكله غريب كده ليه؟ يدخل بقى اللي عارف القاعده ويقول لك الله ما احنا لسه قايلين ان ايران ده البرب سير في الماضي المستمر اللي هو في الامبرفكتو بيبقى بالشكل ده. طب انا جايبه ايران ليه؟ عشان لوس فاراونيس جمع. باخيتوس جاية من كلمة باخو يعني قصير، تمام؟ في بعض الصفات في اللغة الإسبانية أنا بحط لها المقطع إيتو يعني عشان أصغر الصفة، يعني كانوا قصيرين شوية. إيدلادوس إن هما بيتميزوا بالنحافة. المثال التاني، توتانكامون إيرا إيخو دي رمسيس سوموندو، يعني توتانخامون كان ابن رمسيس التاني، كان يبقى إيرا معناها كان. المثال التالت، دي بيكينيو يعني وانا صغير يو ايبا الكلوب كادا بيرنش، كنت بروح النادي كل جمعه. عندي دي بيكينيو وانا صغير، ولا اكد كمان كادا بيرنش كل جمعه حصل لها تكرار. يبقى التلات امثله زي ما انتم شايفين ما بين وصف في الماضي وما بين حدث متكرر في الماضي. هنشوف مع بعض تيست مهم، يعني تكست مهم. يمكن في يعني لغايه السنه اللي فاتت كان ممكن موضوع الفراعنه يجيب لنا كم موضوع تعبير. طيب انا السنه دي احنا عندنا طبعا الامتحان كله ام سي كيو، ما عنديش موضوع تعبير. هنستفيد موضوع التعبير في الفراعنه فين بقى؟ تمام برافو عليك، وهلاقيه بقى في الكومبرنسين دولكتوره في قطعه الفهم. عشان كده بنقول لازم يبقى الفوكابولاريو الحصيله اللغويه بتاعتي كويسه وتساعدني ان انا اقدر افهم اي حاجه. تعالوا نشوف مع بعض. الابويلو ده سعيد، جد سعيد، طبعا سعيد ده بطل الفيلم، يعني بطل الكتب بتاعتنا، بطل السلسله كلها. جد سعيد احكي له يا سوس اميجوس ولاصدقائه كومو ايرا لابيدا، كيف كانت الحياه
in la epoca de los faraones. يعني في زمن الف. ليه لو كديسي باراشابير؟ تعالوا نشوف مع بعض هو قال ايه عشان نعرف ازاي كانوا بيعيشوا لخنتي ان الانتيو خيطان، ازاي كانوا بيعيشوا الناس في مصر القديمه. تمام؟ اي كونتيست على لاش بريجونتاس. خدناها فرصه ان احنا ناخد هذا التكستو كنموذج لقطعه الفهم اللي بتمثل بعض الاسئله. تعالوا نشوف مع بعض. عفوا. Los faraones pertenecían a una civilización misteriosa y fascinante. الفراعنة كانوا ينتمون إلى حضارة غامضة وساحرة. طبعا كل الناس بتدور على أسرار الفراعنة. No sabemos muy bien. Sabemos del verbo saber يعني طب أنا no sabemos يعني نحن لا نعرف. Muy bien. إحنا مش عارفين كويس قوي como eran los antiguos egipcios. احنا ما عندناش علم ازاي المصريين القدماء كانوا. Pero ولكن la mayoría de los científicos غالبية العلماء كلمة la mayoría يعني الغالبية العظمى. Creo que تعتقد eran bajitos y delgados كانوا بيعتقدوا انهم قصيرين وناحفين. طبعا في بعض الناس يقولوا ايه ده الفراعنة قصيرين. معظم العلماء قالوا كده يمكن ده اللي جديد علينا او الناس ما تعرفوهوش. Tenían el pelo liso, يعني شعرهم كان أسود. Los ojos oscuros, كانت عيونهم داكنة. كلمة أسكور يعني غامق، يعني لونها داكن. Y eran muy morenos de piel, وكانت بشرتهم سمراء. تعالوا نشوف مع بعض حاجة تانية تخصهم، أنا كده شرحت الشكل. تعالوا نشوف كانوا بيلبسوا إيه. يبابن، إيه سينيورا يبابن ده؟ ما احنا قلنا بقى احنا شفنا ابن يبقى ده ماضي مستمر وطالما في ابن يبقى هو اصلا مجموعه اولى بريمير جروبو. طب انا عايزه المصدر اسمه ايه؟ برافو عليكم اسمه يبار. يبار معناه يرتدي. فانا لما اقول يبابا هروح انا حاطه كده كلمه كانوا يبقى كانوا يرتدون. طب انا لو قلت كومير ياكل قلت كومية يبقى كانوا يأكلون عشان أبين إن كان الحدث أخذ وقت. يبابا روبا لي خيرا إفريشكا كانوا بيلبسوا ملابس خفيفة ورقيقة. ليس جوستابا موتشو لاس خويس كانوا بيحبوا جدا المجوهرات. إيبا موي ماكيادوس وكانوا دايما بيمشوا كده ويسيروا واضعي للمساحيق. كلمنا عن لبسهم. تعالوا نشوف كانوا بيسكنوا فين. Vivían en casas parecidas a las nuestras. كانوا يعيشون في منازل parecidas a. هناخد الصفة دي ونكتبها عشان بيجي وراها حرف الجر a. parecido a يعني مماثل لي أو مشابه لي. يبقى كانوا بيعيشوا في منازل متشابهة زي بتاعتنا las nuestras. Pero no las hacían de piedra. ما كانوش بيعملوها من الحجارة أو الطوب اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. سينو دي بارو كانوا بيعملوها من الطن. و أوتراس ماتريالس أوتروس ماتريالس. طالب يقول لي إيه حكاية الأو دي؟ احنا عارفين إن بالإسبانيول إن حرف أو لوحده معناها أو. طب ليه يا سنيورا ما حطيناش أو زي ما احنا متعودين؟ هقول لك لو أنت كده بصيت هتلاقي إن الكلمة اللي بعديها بادئة بحرف الأو. طب لما احط انا كلمه او معناها او والكلمه اللي بعديها بادئه بنص حرف الاو ما ينفعش او يبقى في الحاله دي هبدل حرف الاو بحرف الاو اذا هو تبديل مؤقت عشان الكلمه اللي بعديها. تمام نرجع اللي كنا بنقوله. يبقى كانوا بيصنعوها من الطمل اي اوتروس ماتيرياليس وخامات تانية يعني في مواد تانية كانوا بيحطوها وهم بيصنعوا بيعملوا الحجاره او الطوب اللي كانوا بيعملوا بيه المنازل بتاعتهم. لو كان ريالمنت ليش امبورتابا في واقع الامر او في الحقيقه اهم حاجه بالنسبه لهم سوس تمبلوس المعابد بتاعتهم. طبعا معابد كتيره جدا زي معبد الكرنك زي معبد ابو سمبل معابد كتيره المعابد بتاعتهم دي كانت حكايه. لوس كونستروين كومو كون موتشو كويدادو كانوا بيشيدوها بحذر شديد. كويدادو يعني حذر وكلمه كويدادو كلمه مذكره عشان كده حطيت قبلها موتشو مذكر زيها.
دي أصابن تكنيكاس موي أبانزادس، كانوا بيستخدموا تقنيات متقدمة جدا إنكلوسو حتى بالنسبة لأيامنا دلوقتي. طبعا في فرق في التقدم بين أيام الفراعنة ودلوقتي، ولكن تشييد المعابد التقنيات بتاعتهم والتطور اللي كان فيه يعتبر متطور بالنسبة لنا حتى احنا دلوقتي. Los egipcios normales, المصريين العاديين بقى، trabajaban todos los días، كانوا يعملون كل يوم في الحقل. بيعملوا ايه؟ بيشكابان، يعني ايه بيشكابان؟ جاي من البربو بيشكار يعني يصطاد اسماك. كثابان جاي من البربو كثار يعني يصطاد حيوانات. يبقى انا عندي دوس بيربوس، اتنين من الافعال، واحد منهم يصطاد سمك والتاني يصطاد حيوانات. او ايران كوميرسيانتس، او كانوا تجار. يبقى دي الوظائف اللي كانوا يشتغلوها المصريين العاديين يعني. تامبين ابيا ساتيردوتس، وكمان كان في كهان. طبعا بما ان كان في معابد فكل معبد كان فيه بعض الكهنه اللي كانوا موجودين فيه. كي ايبان كادا دي على التمبلو، كانوا بيروحوا كل يوم المعبد. ظهرت عندي بعض اللغويات، برتنسير يعني ينتمي الى، اونا سيفيليزاسيون يعني حضاره، ميستريوسا يعني غامضه، فاسينانتي يعني ساحره، لامايوريا يعني الاغلبيه المعظم، باخيتوش يعني قصير جاي من كلمه باخو، ديلجادوس اللي هي المفرد بتاعها ديلجادو يعني نحيف، بيلو ليسو يعني شعر مسترسل يعني ناعم، لوس اوخوس اوسكوروس يعني عيون داكنه، مورينوس دي بيل يعني بشره سوداء، روبا دي خيره ملابس خفيفه، فريسكا رطب او رقيق، لاس خويس يعني المجوهرات او الحلي، وماكيارسي يعني يضع للمساحيق. دي اهم الكلمات اللي ظهرت عندي في النص اللي احنا لسه قايلينه حالا. كلمات تانيه، كونستروير يعني يبني او يشيد، كاساس دي بارو، كاساس دي ادوبي اللي هي منازل من الطوب اللبن او من الطمي، سوس تيمبلوس يعني معابدهم، تيمبلوس يعني المعابد، وانا لما اقول سوس تيمبلوس يعني معابدهم راجع على الفراعنه. ترابخارن الكامبو يعني كانوا بيشتغلوا في الريف او في الحقل، بيسكار يصطاد سمك، كاثار يعني يصطاد حيوانات، ايران كوميرسيانتس كانوا تجار. تمام، طبعا احنا جبنا النص كده تاني علشان نفكركم بيه. تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال عليه. لوس انتيجوس اخيبسيوس ايران، المصريون القدماء كانوا، ها تمام، برافو عليكم انا سامعاكم، ها كانوا اسكوروس، لونهم كانوا غامقين ولا ديلجادوس ولا ناحفين ولا ليخيروس خفاف، ولا كانوا نيجروس يعني اسود، كلمه نيجرو طبعا ما بقولهاش للاشخاص. طبعا كانوا ديلجادوس. واحد يقول لي طب ما انا شفت كلمه اسكوروس. اه ماشي، انا شفت كلمه اسكوروس ما عنديش مشكله، لكن كلمه اسكوروس كنت بوصف بيها عينيهم، يبقى انا قلت ديلجادوس اللي هو معناها كان رفيع او نحيف. تاني سوروبا، ادي بقى يا سيدي انت كده بتتكلم عن روبا يعني الملابس بتاعته. الملابس كانت نجرة سودة ولا ابانسادا متقدمه، ولا مورينا سمراء، كلمه مورينا اسمر للاشخاص، ولا لخيره يعني خفيفه، يبقى كانت لخيره. السؤال الثالث، ايوس بيبيان النقط دي بارو، يعني كانوا بيعيشوا في نقط من الطمي، كاسس منازل ولا الريف ولا المعابد ولا المقابر. طبعا كاسس تبارو يعني منازل من الطوب اللبن. لو ماس امبورتانتي بارا ايوس، اهم حاجه بالنسبه لهم كانت ايه؟ روبا ملابسهم، ولا خويس مجوهرات، ولا تيمبلوس المعابد، ولا كاساس المنازل، كانت طبعا سوس تيمبلوس المعابد بتاعته. تمام،
مش خيب ثيوش نورماليس، المصريون العاديون اللي هم ما كانوش يعني اللي مش ملوك، اللي ما كانوش عايشين في القصور يعني. مالهم؟ يبابان موتشاس خويس، كانوا بيلبسوا مجوهرات كتير. ترابخابان ان الكامبو، كانوا بيعملوا في الحقل. بيبيان ان بالاثيوس، كانوا يسكنون القصور. ايبان كاداديا التمبلو، كانوا بيروحوا كل يوم المعبد. طبعا اجابتي ترابخابان ان الكامبو. ليه يا سينيورا؟ عشان دول المصريين العاديين. انا لو قلت الفراعنه او اقصد الملوك هتقول لي اه كانوا بيلبسوا مجوهرات كتير، تمام، او كانوا بيعيشوا في قصور، لكن انا بقول ان المصريين العاديين كانوا مالهم؟ كانوا بيذهبوا كل يوم الى الكامبو، تمام. النص ده عباره عن اونا كومباراسيون، مقارنه، زي ما احنا كده عارفين ان يعني الدنيا او العام بتاعي في طبقات. برضو ايام الفراعنه كان في طبقات. طبقات ايه؟ الفراعنه كانوا هم كلمه فرعون يعني، او كلمه فراعنه المقصود بيها الملوك اللي كانوا بيعيشوا في القصور، اللي كانوا بيلبسوا لبس معين وبياكلوا اكل معين، وكانت حياتهم ليها شكل مختلف عن عامه الشعب او الناس الطبيعي العاديه يعني. تعالوا نشوف مع بعض دي كانت حياتهم ايه ودي كانت حياتهم ايه. هبتدي بلابيدا دي لوش فرعونس. لابيدا دي لوش فرعونس ايرا ديفيرنتي على دي لا جنت ديل بويبلو. طبعا حياه الفراعنه اللي هي ملوك الفراعنه كانت مختلفه عن حياه عامه الشعب. لوس ريس، ريس دي الجمع بتاع ري الملك. كانوا الملوك بيبيان، كانوا بيعيشوا. رودياضوس دي ريكيثس، كلمه رودياضو يعني محاط بي، ريكيثس الثروات. طبعا ملوك وحواليهم القصور بتاعتهم وحواليهم النقود وحواليهم ملابس غاليه وحواليهم كل حاجه يعني، الثروات بتاعتهم حواليهم. ان سوس بالاثيوس، اول معلومه عندي هنا ان الملوك كانوا بيعيشوا في بالاثيوس يعني قصور. اهم عندي حاجه في التكست ان انت تاخد معلومات معينه عشان لما احب اسالك عليها تقدر تجاوب. يبقى كانوا بيعيشوا فين؟ بالاثيوس، في قصور. نروح لمعلومه ثانيه. لمايوريا، اغلبيه الفراعنه، تينيا موتشاس مخارس، كان عندهم زوجات كثيرات، تمام؟ اي بورتانتو موتشوس ايخوس، وبالتالي كان عندهم ابناء كثيرون. اتينيا اونا بيدا باستانتي لارجا، كانت حياتهم الى حد ما طويله. بيبيا انترشنتا ايشتنتا عنيس، كانوا بيعيشوا ما بين الستين والسبعين. يبقى المعلومه الثانيه اخذت عمرهم، يبقى المعلومه الاولانيه بيعيشوا في قصور، المعلومه الثانيه خدت اداب يعني عمرهم. لوس ريس خيبثيوس امابا لا بيفا، ده الملوك مش كانوا بس بيحبوا الاناقه والجمال، لا ده كانوا بيعشقوه. الفيرب امار، امار اللي هو يعشق، بيثا الجمال، اي لا اليجانسيا والاناقه، اي بيستيا، وكانوا يرتدون كونروبا دي لينو، كانوا بيلبسوا ملابس من الكتان. طبعا الكتان معروف انه غالي. Los hombres se maquillaban tanto como las mujeres. طبعا الرجال كانوا يضعوا مصاحيط مثل السيدات. Todos llevaban muchas joyas. كلهم كانوا بيلبسوا حلي مجوهرات. Y les gustaba ponerse pelucas. ده مش بس كده، ده كمان كانوا بيلبسوا باروكة. يعني الملك نفسه حتى لو رجل كان بيحط بلوكة اللي هي باروكة. وده يمكن كان بيبقى واضح في بعض المسلسلات او الافلام القديمه اللي بنشوفها، كنا بنشوف ان هم جايبين الملك فعلا لابس بيلوكا. لاس فاميلياس ريكاس، العائلات الغنيه، اثيان بانكيتس. طبعا ما تكون عائله غنيه كانت بتعمل بانكيت، بانكيت يعني وليمه، يعني بتجيب من هنا ومن هنا وتعمل اكل اشكال والوان وتجيب الناس والملوك وهكذا. ايكوميا، إيكوميا دي ده الفيرب كومير، الزمن ده البريتيرتو امبرفكتو. طب عرفته منين؟ من الايان. يبقى واضح عندي شكل الزمن في اكتر من فعل، لقيت يبابا، لقيت بيبيا، لقيت كوميا وهكذا. كانوا بياكلوا ايه الملوك؟ ناس عامله وليمه، هياكلوا ايه؟ muchos tipos de carne y pescado، انواع كثيره من اللحم او اللحوم والاسماك. يبقى كده أنا اتكلمت عن لابيدا دي لوش فرعونس، الملوك الفرعون اللي هما بيعيشوا في القصور. تعالوا نشوف مع بعض طبعا لخينت ديل بويبلو، عامة الشعب كانوا بيعيشوا فين وبياكلوا ايه وطبيعتهم كانت ازاي. لخينت ديل بويبلو
عامة الشعب أو الناس العادية بيبيع إن كاشاس دي أدوبي، كاشاس دي أدوبي أنا لسه قايلاها، يعني بيعيشوا في منازل من الطوب اللبن. إيه الطوب اللبن دي؟ حد يقول لي أنا أول مرة أعرف عن أسمع عن الأدوبي ده، تعال أوريك يعني إيه. Un tipo de ladrillo هو نوع من الطوب que se hacía con barro y paja. الطوب ده بنجيب الطمي، طمي بتاع النيل، ويتحط عليه باخة قش، طبعا كان يتخلط بطريقة معينة ويشكل طبعا، وكانوا بيجففوه وينشفوه ويبنوا بيه البيوت بتاعتهم. Las casas eran frescas يعني المنازل كانت رطبة، المنازل بتاعتهم كان فيها رطوبة، أكيد في سبب. وإذا عرف السبب بطل العجب، وهنعرف السبب عن طريق كلمة بوركي اللي هي معناها لأن. يبقى لما يجي لي قطعة فحم ويجي يسأل عن سبب حاجة، روح دور على بوركي أو بارا، الحاجتين دول هم اللي بيوضحوا السبب. بوركي تينيا لاش بنتاناش بيكينياش، علشان الشبابيك بتاعتهم كانت صغيرة. اي اسي وهكذا نو انترابا السول، يعني الشمس ما كانتش بتدخل. لوس ايجيبسيوس ماش بوبريس، يعني المصريون ماش بوبريس اللي هم الاكثر فقرا، دول فئه ثالثه بقى. ترابخامن موتشو كانوا بيشتغلوا كتير جدا. السو اسبرانسا ديدا كان املهم في الحياه، كلمه اسبرانسا يعني امل، جايه من الفيربو اسبرار يعني ينتظر او يامل. كان أملهم في الحياة 30 سنة يعيشوها. نورمالمنتي عادة بيستيان، ده البربو بيستير يعني يلبس، كانوا بيلبسوا دي فورما سيمبل، كانوا بيلبسوا بطريقة بسيطة وسلسة ومتواضعة. كون روبا أمبليا ملابس واسعة. إي تيلاش فريشكاش، كلمة تيلاس يعني أقمشة رقيقة. إينوشا الرجلابا موتشو يعني ما كانوش بيتهندموا، ما كانوش بيرتبوا نفسهم جامد، ما كانوش بياخدوا بالهم من نفسهم. طبعا ناس يعني بتعيش فقر وبتشتغل كتير، فبالتالي ما كانتش بتاخد بالها من نفسها، ده القصد يعني. شو اليمنتاسيون، كلمه اليمنتاسيون الغذاء، غذائهم ايرا شمسيه، طبعا ناس فقيره فبالتالي الغذاء بتاعهم كان حاجه بسيطه ومتواضعه. ايسيبا سابائن كان يرتكز على حاجتين، لوس ثرياليس الحبوب، اي داتيلس والتمور اللي هو البلح. يبقى فوق كانوا بياكلوا muchos tipos de carne y pescado، انواع كثيره من اللحوم والاسماك، ودول كانوا بياكلوا حبوب وكانوا بياكلوا تمور اللي هو البلح. Los hombres podían tener varias mujeres، كان في بعض الرجال بيبقى عندهم برضو زوجات كثيره او متنوعه او متعدده. حد يقول الله مش احنا قلنا دول فقراء؟ ما هو ايه يعني، في حد منهم مستوى الاقتصادي بيشتغل كتير وممكن يكون معاه فلوس اكتر من واحد تاني زيه، فلو هو مستوى الاقتصادي اكتر فكان بالتالي بيبقى عنده سيدات كتير. Pero esto dependía de su nivel económico، ده كان بيعتمد على نيفيل ايكونوميكو يعني المستوى الاقتصادي. اتكلمنا عن الفراعنه وشكلهم وكانوا ازاي بيهتموا بيهم، وطبعا احنا شفنا في لما كنا مكانه الموكب مكانه الملوك بتتنقل، طبعا شفنا الكلام ده على الواقع وكنا طبعا مبسوطين وفخورين بيه. تمام، هنكمل. لوس ريس بيبيان ان، الملوك كانوا بيعيشوا فين؟ بالاستيوس قصور، طبعا كاشاس ده ادوبي، طبعا طوب لبن لا، تومبس معابد لا، تمبلوس معابد لا، كانوا بيعيشوا في القصور. ايوس يا بابا موتشاس، كانوا بيلبسوا موتشاس ايه؟ تمام، خويس يعني كانوا بيلبسوا مجوهرات كتير. طب حد يقول لي سيما كانوا بيلبسوا روبا امبليا، بس ما فيش موتشاس، كلمه موتشاس معناها حاجه كتير ولازم تبقى كلمه جمع مؤنث. خويس تمام. البويبلو بيبيا ان كاسا، البويبلو يعني يقصد الريف او عامه الناس او الشعب اللي هو مثلا يعني او باقي عامه الشعب، يعني كانوا بيعيشوا في بيوت من ايه؟ لينو كتان، طبعا مش هينفعش بيت من كتان، ركيثة من ثروة، ولا ثيارس الحبوب، ولا أدوبي، طبعا البيوت بتاعتهم كانت من أدوبي اللي هي الطوب اللبن. لوس إيجيبسيوس بوبرس، المصريون الفقراء بقى. نيجي عند الطبقة الأخرانية اللي هم يعني كانوا إلى حد ما أكثر فقر شوية يعني. إيه اللي كان بيحصل بقى؟ بيبيان روديادوس دي ركيثة كانوا بيعيشوا وحواليهم ثروتهم،
واللاتينيا muchas mujeres يعني كانوا زوجاتهم عديدات، ولا كانوا بياكلوا انواع كتير من الكرم من اللحمه، ولا ترابخابا موتشو كانوا بيشتغلوا كتير؟ طبعا كانوا بيشتغلوا كتير. تمام، الكلمات اللي ظهرت عندي شوف اهو، احد الملوك اللي احنا شفناهم طبعا، لوس فرانيس الفراعنه، الري الملك، لا رينا الملكه، لا اسكلافا طبعا العبد، سوس بالاثيوس القصور، لاس تومباس المقابر، موتشو تيسوروس يعني كنوز كثيرة. الناحية الثانية هنشوف أسامي بعض الملوك، توتانك آمون، رمسيس شيبوندو، ونفرتيتي. نوصل مع بعض للمواقف. أول حاجة أنا عندي، أول موقف عندي كومبارار أكسيونيس عشان تقارن مواقف. إحنا خدنا قبل كده المقارنة العادية ماسكي، بس كان فيه دايما في النص صفة، ومينوس كي أقل من وبرده كان فيه صفة، وتانكومو في التساوي. أنا هنا عندي بقارن في الأفعال، هقسمهم لثلاث حاجات: سوبريوريدات، إيجوالدات، إنفيريوريدات. سوبريوريدات يعني اللي هي الأفضلية أو العليا، اللي هي أحسن من أو أكتر من. فأنا مثلا هقول الفعل وأجيب ماسكي مع بعض، يعني مثلا أحمد كومي، أحمد بياكل ماسكي علي، أحمد بياكل أكتر من علي. يبقى كلمة كومي ياكل ده فعل، وجبت ماسكي جنب بعضها يبقى كده مقارنة أفعال. إيجوال داد التساوي، بجيب الفعل وبعد كده أجيب تانتو كومو مع بعض، وفي حالة أقل من مينوس كي بجيب الفعل وحط مينوس كي مع بعض. يبقى مقارنة الأفعال أو الأحداث، بجيب الفعل الأول، وإذا كان أكتر من يبقى ماسكي، إذا كان متساوي تانتو كومو، وإذا كان أقل من مينوس كي. ونلاحظ الفروق اللي بينه وبين المقارنة التانية. المثال الأول، لوس فارونيس بيبيان ماسكيلوس بوبرس، الفراعنة كانوا بيعيشوا أكتر من الفقراء. الثاني، الفرعون من دابا تانتو كومو لا رينا، يعني الفرعون الملك كان بيحكم مثله مثل الملكة. المثال الثالث، لا رينا كوميا مينوش كيل فرعون، دايما يعني السيدة تأكل أقل، يبقى الملكة كانت تأكل أقل من الفرعون اللي هو الملك الرجل. تمام؟ طبعا زي ما احنا شفنا قبل كده في المقارنه، زي ما انا كنت لسه قايله، بحط في الصفه في النص واحط قبليها ماسكي يعني اكتر من، زي البورتاتيل اسماس براكتيكو كي الاورديناتور، اللابتوب عملي اكتر من الكمبيوتر، حطيت الصفه وما بينها ماسكي. لا سيا اسمينوس كومودا كيل صفا، الاريكه او الكنبه اقل يعني مش مريحه قوي زي الصفا، اقل راحه من الصفا من الكنبه. تمام، طبعا لا يفوتني ان انا افكركم ان ماسكي مقارنه، ولكن في حاجه تانية تعبيرات خدناها في وحده قبل كده، ماس دي مش مقارنه، دي معناها لما اكون عايزه اقول عدد ومش متاكد منه، دايما بيجي وراها رقم، زي لا كاميسا كويستا ماس دي 100 ليبراس، يعني القميص بيتكلف اكتر من 100 جنيه، است تراخي البدله دي بتتكلف مينوس دي 100 يوروس، اقل من 100 يورو. يبقى لما نلاقي عدد ونلاقي ماس او مينوس ما اجريش واحط كده، لانها مش مقارنه. تمام، طبعا بيدير اوبينيون بطلب راي، اللي هيطلب راي هيسال. عندي ثلاث اشكال لطلب الراي، اول واحد كي اوبينس سوبري، يعني ماذا ترى بشان، رايك ايه في الموضوع ده. كي بينساس دي، ماذا تفكر عن او برضو ماذا تعتقد. كريس كي، هل تعتقد أن كذا كذا كذا، وناخد بالنا إن كلمة كي اللي مع كريس ما عليهاش أثينك. يبقى أنا عندي كده ثلاث أشكال بالظبط اللي أنا بقول عليهم السؤال عن الرأي. المرة دي بقى أنا هقول الرأي بتاعي. هتقول رأيك؟ هتعطي رأيك يعني هتجاوب، أوعى تسأل. في ألفاظ معينة أول ما تشوفها في الجملة نعرف إن أنا كده هقول رأيي. أوبينو كي يعني أرى أنا، بينسو كي أظن أن، كريو كي أعتقد أن. ثلاث أفعال دول هم الثلاث أفعال اللي بيوضحوا الرأي. عندي كمان ديز دي مي بونتو دي بيستا، يعني من وجهة نظري الشخصية، وعندي بارامي يعني بالنسبة لي. تمام، آخر حاجة عندي بارا أرجومنتار أورجانيزار الديسكورسو،
طبعا عشان اتكلم مع حد لازم كلامي يبقى منمق ومنظم ومرتب. اذا في الفاظ معينه بترتب الكلام زي بريميرو يعني اولا، ان بريمير لوجار في المقام الاول، سيجوندو ثانيا، ان سيجوندو لوجار في المقام الثاني، برونا بارتي ومن ناحيه، بروترا بارتي ومن ناحيه اخرى، بارا ترمينار يعني لكي انهي، بارا فيناليسار لكي انهي، وبور اولتيمو اخيرا. وفعلا هي دي كانت اخر سلايد. واخيرا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واتمنى انها تكون حلقه سعيده وتكون حلقه مفيده. طبعا بنشكر طبعا كل الناس اللي موجوده معانا من الاداره العامه للتعليم الالكتروني، وطبعا فريق الاعداد والتقديم سنيوره نجلاء زكريا مستشار اللغه الاسبانيه، سنيور عناني عبد اللطيف محافظه الجيزه، سنيور اسامه حافظ محافظه الجيزه، سنيورة عبير عبد المنعم محافظة القاهرة، وكان معكم سنيورة نجلاء أبو الحسن محافظة القاهرة. وشكرا لكم لحسن استضافتكم، وإن شاء الله أقابلكم مرات كثيرة. Muchas gracias por su atención. Adiós.